جوجل ادس اخويا، جوجل ادس هو يعني واحد يعني استراتيجية إعلانية أو شركة إعلانية اللي كتعطيك مجموعة من طرق الإعلانات، بكون أن مجموعة من المواقع كتستخدم بانرات الإعلانية ديال جوجل. دابا نعطيك مثال، الناس اللي كيربحوا من يوتيوب راهما تيربحوا من جوجل. الناس اللي عندهم المواقع الإلكترونية واللي كيبانوا فيها إشارات، غالبا هذوك الإشارات كتلقاهم ديال شركة جوجل. ملي كتكون كتقلب في الموتور دو ريشيرش جوجل وكيطلعوا لك دي ريزولتا، ودوك لي ريزولتا بعض المرات كيطلعوا دي ريزولتا اللي هما سبونسوريزي هذوك الاشارات ديال جوجل. اذا هذا هو الجوجل ادز. جوجل كتوفر على جوج منصات، كاينه الجوجل ادورد اللي من خلالها حنا كنديروا الاعلانات، واللي قلت انه اما انك كدير اعلانات كيتسموا ديسبلاي باش انه يظهروا يعني في البانرات الاعلانيه، كو سوا مثلا في المواقع الالكترونيه او لا في القنوات على اليوتيوب. كتقدر انك او لا كذلك انك تخدم بالسيرش ادز، يعني انه الاعلانات ديالك يدخلوا ضمن محرك البحث. كاين كذلك الجوجل شوبين واللي من خلاله الا كنتي كتبيع شي منتجات انك يعني كتظهر سلسلة المنتجات ديالك كذلك في نتائج البحث. فهذا الشيء اللي نقدر نقول لك على جوجل ادز بوغ ان ديبيتون. جوجل ادز اخويا من الحويجات المهمة اللي خاصك تقرا عليها حتى هي. فين تقرا عليها؟ راه كنت حطيت لكم ريل وقلت لكم سيروا للسكيل شوب، راه هو عبارة على واحد المدرسة ديال جوجل اللي ممكن انك تقرا فيها مزيان على جوجل ادورد.